صباح الخير عليكم، ورجعنا لكم تاني انا وزميلتي هبه ماهر في اخر فقره من فقرات 8 الصبح النهارده. ازيك يا هبه؟ ازيك يا رحوه؟ عامله ايه يا روحي؟ النهارده بقى هنتكلم على حاجه جميله جدا، وحاجه يعني بنستخدم مخلفات مطبخك بطرق بسيطه لزراعه نباتات مختلفه وكمان مفيده بالمنزل. تعالوا نعرف بقى بواقي الاكل. طبعا احيانا كتير بندور على حل ليها علشان نستفيد منها وكمان ما نرميهاش. وعشان كده النهارده من خلال ضيف العزيز هنعرف ازاي نستفيد من مخلفات وبواقي الاكل واننا نزرع بيها بيتنا بنباتات مثمره بسماد طبيعي من غير تربه. فخلونا طبعا نرحب باحد علماء مصر اللي له ابحاث وتجارب في هذا المجال، طبعا يعني دكتور محمد ابو السعود وكيل الارشاد والتدريب بمعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزاره الزراعه. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور ابو السعود؟ منورنا في 8 الصبح، وموضوع كبير قوي، يعني يمكن احنا هنتطرق لاكثر من جزئيه، لكن هل احنا ممكن نوصفها فود ويست مانجمنت ويست مانجمنت في العموم؟ هل احنا ممكن نعمل يعني نقسمها التقسيمه دي لمخلفات الطعام والمخلفات بشكل عام؟ احنا هنا بنتكلم ازاي نستخدم المخلفات العضويه بتاعتنا. احنا طبعا الجزء بتاع الزراعه احنا بنركز على الجزء بتاع المخلفات العضويه. ان احنا نعمل اداره للمخلفات العضويه. في نظم بسيطه، معلش هو المصطلح الانجليش بتاعها فيرمي كومبوستنج، او القبر بدوده الارض. لان في البعض ساعات بيسيء فهم كلمه القمر بدوده الارض. بنستخدم انواع من دوده الارض تاكل المخلفات العضويه تحولها لسماد عضوي. السماد العضوي ده بيبقى قوي جدا وغني جدا بالعناصر. اقدر اخد السماد العضوي دوت واقدر اطلع بيه فوق السطح. لو انا عندي مساحات او حتى في البلكونه او في الشبابيك استخدمه كسماد عضوي، استخدمه كبيئه. ممكن اعمل منه منقوع واستخدمه كسماد سائل اشتغل بيه. بس انا كحد مش متخصص، هل انا بالنسبه لي الموضوع هيكون يسير يعني ان انا اطبقه؟ لازم طبعا من خلال دوره تدريبيه بنعرف الناس ازاي تعتني بالكائن ده اللي هو دودة الارض. طبعا دي انواع مخصوصه من دودة الارض، ازاي تعتني بيه، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل. بس هي الفكره المبدئيه مش في كيفيه العنايه، كيفيه تقبل الناس، ان يكون مثلا في صندوق صغير كده شكله حلو محطوط فيه دوده في مطبخه. هي الفكره في الصعوبه في كده، ان ازاي. بس حاليا الحمد لله والشكر لله بقى في ناس مهتمه بالموضوع، في ناس بتطبق ده بالفعل وفهمت اهميه دوده الارض وفهمت ازاي تدور المخلفات بتاعتها. وهنا لما بتكلم عن مخلفات المطبخ حتى يعني اللي بتسد الاحواض، بواقي الشاي، بواقي قهوه، قشر بيض، بواقي رز، بواقي مكرونه، عيش، ورق جرايد، ورق بصوره عامه، كل ده الدوده بتحوله لفيرم كومبوست. يعني رحمه هتبتدي بقى معاك الموضوع من اوله في الموضوع. طيب ده يعني برضو عاوزين نعرف ايه النباتات اللي ممكن نزرعها في البيت وكمان ما تكونش من غير تربه؟ بمنتهى البساطه احنا كل النظم بنستخدمها زراعه بدون تربه، لان انا بيهمني ان انا اوفر في نقطه الميه. انا مش عاوز اعمل هدر او لود على ميه الشرب ولا هندخل نفسنا في مشكله تانية كبيره. فاحنا بنستخدم نظم زراعه بدون تربه عشان اقدر استخدم اقل كميه ميه ممكن. المحاصيل اللي اقدر ازرعها بمنتهى البساطه، دايما بنقول للناس ازرع الخضره الورقيه، دي الاهم، دي اللي ليها قيمه صحيه وغذائيه عاليه وفي نفس الوقت انها تلافى اي مشاكل في التلوث. يعني هنضرب مثل كده حكايه الجرجير، البقدونس، الكرفس، الخس، الكزبره، بالظبط كده، ملوخيه، السبانخ. طبعا دول نباتين احنا مشهورين بيهم كمصريين. لكن ناخد في حسباننا ان الخضره الورقيه لو فيها اي تلوث حصل، متبقيات اسمده او مبيدات، احنا بناكل على طول الورق جاهز. فده ممكن يسبب مشاكل صحيه. فانا لما بزرعها بايدي انا بتلافى كل المشاكل دي. طبعا بالاضافه بقى لكل المحاصيل الخضر الثمريه، لو هنتكلم بقى طماطم، خيار، فلفل، بتنجان، فاصوليا، كوسه، كل ده، الخضروات اللي كل ده ممكن نزرع فوق السطح، ممكن نزرعها في عندنا في البيت او كده، او في اي مكان. طب الصور دي ايه يا دكتور؟ دي صور من شغل الزراعه بدون تربه، ده فوق الاسطح، ترابيزات بسيطه جدا تتحط فوق السطح، لان احنا بنعتمد على ترابيزات بسيطه ممكن اي حد يحركها بسهوله. ده بدوده ولا ما يبقاش فيه اي مشاكل فيها. وفي هنا نظم مثلا في صور كده ممكن نماذج تبقى في الصوب تجاريه، بحيث برضك هتلاقوا مثلا صور عن الخس والكرفس، ودي مثلا صوبه دي كانت معموله في احد المواقع. دي صوبه تجاريه بالكامل. فمجموعه كبيره جدا من النظم. ده ما فيهوش دوده صح؟ نعم، ده من غير دوده.
لا ده بقى النظم دي من غير دود. احنا هنا بص لو حضراتكم لاحظتوا هتلاقونا زارعين في مواسير. احنا مش لازم الارض بالنسبه لي في شغل الزراعه بدون تربه، انا ازرع في اي مكان. طيب يعني طب ايه طريقه عمل سماد يعني بالبقول الاكل؟ بمنتهى البساطه احنا ما نقدرش نستخدم طريقه القمر اللي بيعملها المزارع في الحقل بتاعه في الغيط بتاعه، عشان كده بنلجا لحكايه دوده الارض، عشان مش عايزين روايح، مش عايزين نجمع حشرات، مش عايزين اي حاجه تضرنا، ففي تعامل طبعا خاص بالمخلفات. فعشان كده ده اللي خلانا نلجا لاستخدام بعض انواع دوده الارض عشان تعمل القمر ده هو. في نفس الوقت بالعكس ده احنا بنشجع الاطفال ان هو يتعامل مع الدوده، مش بشجعه ان هو يتعامل مع المخلفات، لا بعلمه بس حكايه ان هو يفصل المخلفات ويتعامل مع دوده الارض نفسها. طب ممكن تدينا مثال كده الموضوع بيتم ازاي؟ بمنتهى البساطه بيبقى في سيستم بسيط، يعني بنستبدل كده لا مؤاخذه الصندوق المخصص للمخلفات في البيت. بنحط نفس الصندوق، بنعمل فرشه فيه في الارضيه عشان نبتدي الدود يبقى قاعد بالنسبه له ده المهد بتاعه. ممكن كراتين بيض، ممكن ورق، ممكن مخلفات خضر وفاكهه. وبنحط الدود بتاعنا، بعد كده كل ما بتطلع مخلفات عندي بنسيبه معاها يعني في الكرتونه؟ بالظبط بسيبه كده. هو صندوق ممكن يبقى بلاستيك، ممكن يبقى خشب بنستخدمه. وهل في مثلا احتمال ان الدوده تخرج مثلا من لا، طول ما في اكلها كويس، شربها كويس، يعني في مستوى رطوبه كويس حواليها، مفيش اي مشكله، الدوده مش هتتحرك من مكانها. طب ومدى ضررها على الانسان؟ ايوه وارد. دي نقطه مهمه جدا لسبب واحد. لا صح. الضرر على الانسان هنا بينتج من المخلف نفسه. من المخلفات نفسها، ان يكون فيها تلوث، يكون فيها اي مشاكل. لكن الدوده هنلاقي كتير جدا من الابحاث الطبيه بتتكلم على دوده الارض ان هم بيشجعوا حتى الاطفال ان هم يتعاملوا معاها. يفهموها. الدوده بتفرز مضادات حيويه قويه جدا. الدوده بيستخلص منها لينا ولا للزرع؟ لينا وللزرع.